توجد مجموعة واسعة من أنواع كعك الأرز في الثقافة الآسيوية التي تعتمد على الأرز بشكل كبير في الوجبات. أيضاً يطلق كعك الأرز على أطباق الحلويات التي تعد من الأرز الدبق الغروي أو من دقيق الأرز الأبيض. من أمثلة ذلك كعك الأرز المحشي بأنواع مختلفة من البقول، وأشهرها الماش الأصفر والفاصوليا الحمراء من نوع كيدني بينز والماش الأخضر أو الكشري الأخضر. ولإعداد الطبق نبدأ بتحضير حشوة الفاصوليا الحمراء. علبة من الفاصوليا الحمراء من نوع كيدني بينز حجم 400 جرام مطبوخ جاهز. 3/4 كوب من السكر، نصف كوب دقيق الرز الغروي، ماء للطبخ، ربع ملعقة شاي ملح. في حال استخدام حبوب الفاصوليا الحمراء الغير ناضجة أتبع نفس طريقة الماشي الأخضر من حيث النقع أولا ثم الطبخ. أفرغ حبوب الفاصوليا الحمراء من العلبة وأقوم بشطفها. أضعها في جهاز خلاط الأطعمة فود بروسيسور حتى تهرس تماما. في طاوة ساخنة وبدون زيت أفرغ هريسة الفاصوليا الحمراء، ثم أضيف إليها السكر والملح وحرك المزيج حتى يذوب السكر تماما. سيتكون سائل بعد ذوبان السكر، لذلك أقلب في الخليط حتى تنشف معظم الماء وعلى نار هادئة، ثم أضيف دقيق الأرز الغروي وأقلب في الخليط حتى يندمج الدقيق مع المكونات ويتكون عجين لين متماسك. أضع العجينة الناضجة واللينة في صحن واسع وأقوم بفرد العجينة في الصحن حتى تبرد سريعا. بعد أن تبرد الحشوة قليلا أضعها في الثلاجة نصف ساعة حتى يسهل تكويرها. أمسح الملعقة واليد بقليل من الزيت وأكور العجين لأحصل على أقراص أو كرات من الحشوة. أما تحضير الكشري الأخضر فقد سبق شرحه في حلقة سابقة. أما مكونات عجينة كعك الأرز فهي كالآتي: كوب من دقيق الأرز الغروي المعروف بالكتان، نصف كوب من دقيق الأرز الأبيض، ربع ملعقة شاي ملح، ألوان طعام، نصف كوب من الماء المغلي وقد أحتاج إلى إضافة مزيد منها. لتزيين كعك الأرز أحتاج إلى سمسم أقوم بتحميصه بدون زيت، مبشور جوز الهند أضيف إليه ربع ملعقة شاي ملح وملعقة من الماء الساخن وأخلطها جيدا مع المبشور. كما يمكن أن يزين الكعك بمفروم الفول السوداني أو بزينة الكعك من الشوكولاتة السوداء أو الملونة. أخلط
دقيق الأرز الأبيض مع دقيق الأرز الغروي. دقيق الأرز الغروي ذو قوام مطاطي عند النضج، لذلك أضع دقيق الأرز الأبيض لتصبح قابلة للمضغ. سوف أعمل 3 كميات ل3 ألوان وبنفس المقادير. أضع الملح في كل قالب. أبدأ بتوزيع الألوان على كميات الدقيق والألوان اللي اخترتها، الأصفر والأحمر والأخضر. أخلط الدقيق بنصف كوب من الماء الساخن المغلي، وأحرك الدقيق بملعقة خشبية. احتجت إلى إضافة ربع كوب آخر من الماء الساخن لأحصل على كتل من الدقيق المتجمع كما هو موضح في الفيديو، وأحتاج إلى لبس القفاز لأكمل العجن لأن الدقيق نفسه فيه بعض الحرارة. على طاولة الفرد أرش بعض من الدقيق القمح وأكمل العجن بالدعك. لاحظي أن العجينة ما زالت ستيكي لاصقة ولين. أستمر في الدعك والعجن مع رش قليل من الدقيق الأبيض كلما احتجت حتى أحصل على عجينة متماسكة غير لاصقة لكنها لينة وطرية. أجعل العجينة على شكل أسطواني ثم أقطعها إلى قطع متساوية قدر الإمكان. ولأنها عجينة غير مخمرة ولن تنتفخ كثيرا في الطبخ فلن أحتاج إلى وزن القطع. بنفس الطريقة أحضر العجينة باللون الأصفر والعجينة باللون الأخضر. أحرص على تغطية قطع عجينة الأرز بالبلاستيك أو بالقماش لأنها تنشف سريعا، ثم أبدأ بحشو قطع كعك الأرز. أخذ قطعة من كعك الأرز ذو اللون الوردي، أفرده على راحة اليد، وقد أحتاج إلى مسح راحة اليد بالماء قليلا ليسهل الفرد. أفرد كل قطعة إلى دائرة تكون الأطراف أرق والمنتصف أسمك. اخترت حشوة الفاصوليا الحمراء
للعجينة ذو اللون الوردي. أضع الحشوة في منتصف الدائرة وأغطيها بالأطراف وأكورها باليد لتصبح عجينة كروية. من الأفضل وضع كعك الأرز بعد حشوها على كيس بلاستيك ليسهل بعد ذلك رفعها. أكمل حشو بقية قطع الكعك، فاخترت حشوة المانج بين الأصفر للعجينة ذو اللون الأخضر. وأحياناً أحتاج إلى مسح يدي بقليل من الماء لتمليس الكعك لتصبح كروية أكثر. أما بالنسبة لقطع كعك الأرز ذو اللون الأصفر، أخترت أن أحشيها بحشوة الماش الأخضر. إذا صعب عليك فرد قطع كعك الأرز على راحة اليد، فبإمكانك فردها على كيس بلاستيك. ولأنها عجينة غير مخمرة، فيمكنك إنهاء حشو جميع القطع ثم سلقها لاحقاً، لكن يجب وضع القطع على كيس بلاستيك وتغطيتها حتى لا تنشف. أحتاج إلى قدر عميق أملأه بالماء لأكثر من النصف وأنتظر حتى تغلي الماء، ثم أسقط قطع الكعك في الماء المغلي وسوف تستقر في القاع أولاً، ثم تبدأ بالطفو عندما تنضج. تحتاج القطع من 6 إلى 8 دقائق للنضج. أرفع القطع من الماء المغلي وأضعها على مصفاة للتخلص من الماء الزائد، وهي ساخنة أضعها في صحن مبشور الهند المملح وأقلبها حتى تلتصق بالمبشور. أو أضعها في صحن السمسم المحمص. قطع كعك الأرز جاهزة، أرتبها في صحن التقديم. يمكنك تزيين وجه كعك الأرز بمبشور الفول السوداني أو الشوكولاتة زينة الكعك السادة أو الملون، أو بودرة الكاكاو، أو مسحوق القرفة، أو كما تحب. كما يمكن الاحتفاظ بباقي الكعك في قوالب بغطاء في الثلاجة.